ننقل الوقائع اللي صارت يوم السبت في مدينة برقو، معناها القمع المتعسف واللي صار على أهالي مدينة برقو اللي هو غير مسؤول. أولا نحبوا ننطلقوا من الواقع اللي صارت، إنه غير ممكن الناس رافضة الوالي هذية ورافضة معناها اللي يخدموا معاه رافضينه، فما بالك الشعب. يظهر لي المسيرة اللي خرجت يوم الجمعة فوق 35,000 كان تنجم تكون رسالة إلى الحكومة إنه معاش إن يكون له مكان هذا الوالي. احنا يلزمنا نشوفوا وقائعنا ونلتصقوا بشعبنا، نحبوا ناس اللي معناها تشوف الوقائع الصحيحة. الشيء اللي الاعتداء السافر اللي صار حتى على المستشفى وصلوا يضربوا فيه يا رسول الله، هل يمكن انه نغيروا شعب ونخليه والي؟ اليوم شنو المطلوب بالضبط انت معناتها من موقع كرئيس بلدية برقو اللي هي محاذية السليانة، شنو هو المطلوب بالضبط وشنو هي اليات الحلول اللي تشوفوها كفيلة انها معناتها تنهي الازمة؟ الحلول اللي ممكنة هو ديجا الازمة تحلت تو وانسهرت حتى البلديات والمجتمع المدني في تنظيف البلديات. نحب نقول انا حاجة نحيي بها شعبنا، احنا في برقو حتى مؤسسة ما تمس، حتى مؤسسة وحتى مقر متاع حزب ولا متاع مجتمع مدني ولا غير ذلك ما تمس. علاش هذا من الوعي متاع الاهالي، وكان بالامكان انه من الاول يخرجوا يقولوا الوالي هذا ما يلزمناش، هما باش يجيبوا والي معناها تابع الترويكا، الوالي هذا باش يخدم. علاش اما باش يتعذ الخطا والاخطاء من المسؤول معناها السابق انه باش يتحاور مع العباد؟ احنا مش معقول انه احنا كمؤسسات دوله ما يتحاورش معانك، فما بالك باش يتحاور مع المجتمع المدني.